بسم الله الرحمن الرحيم. الاسوفجال اتريزا تراكيا اسوفجال فيستولا. الحلقه السادسه فيها شرحنا خمس حلقات قبل كده فيها الاوبريشنز. ممتعه جدا. اوعى تفتكر ان انا اتكلم على الاوبريشنز، لا، كل حاجه بالراحه. ورم اب كل حاجه. اوعى ترش الاجابه. تتسال يا ابني هتعمل ايه الاسوفجال اتريزا؟ قلت لك السبع بوينتس بتوع الاي سي يو والفنتيليشن والبالانس والكوموربيديتيز والى اخره والفلويدز والانتيباتكس. يقول لك طب يا ابني خلاص هتعمل ايه بقى اوبريشن؟ قول له قصدي حضرتك انستيزيا. يقول لك ماشي، قول لي الانستيزيا، عايز تقول لي ايه في الانستيزيا؟ هتقول لي بقى سوباين ومش سوباين وجاي انستيزيا؟ اقول له لا، مش الكلام ده، الكلام العبيط ده. يقول لك انت بتقول انا كلام عبيط؟ اقول لك لا، مش قصدي، انا قصدي ان الكلام المهم في الانستيزيا هو حاجتين: لو بريشر ولو تايدال فوليومز. لو بريشر ولو تايدال فوليومز، انا بتكلم كلام ادفانس شويه. يقول لك طب خلاص فوت حته الاسيزه دي، مش عايزين نتكلم عليها دلوقتي. لو انت يا دكتور تخدير اتكلم لي بقى في العمليه. قول له قصدي حضرتك في العمليه ولا قصدي حضرتك في اهداف العمليه؟ هيقول لك ماشي، قول لي اهداف العمليه الجولز. قول له 3 جولز. هيقول لك طالما قلت 3 يبقى تقول الثلاثه. قول له مش صعبه. اول حاجه، اول جول للعمليه ان انت تربط الفيستولا، يبقى فيستولا لايجيشن. هيقول لك ماشي يا امين، ما هي اللي مبوظه لك اللنج والريسبيراتوري سيستم كله. قول له تاني اهم حاجه هي ان انت تعمل تنشن. يقول لك تنشن؟ قول له قصدي تنشن فري انستوموزس. انت استعجلت عليا وافتكرته تنشن انستوموزس، لا هو تنشن فري انستوموزس. يقول لك طب ما انت قلت تو جولز، هو ايه اللي فاضل في الايه؟ في الريبير من الجولز دي؟ قول له لا، في جول تالت. هيقول لك هو ايه الجول التالت؟ قول له الجول التالت اتروماتيك هاندلنج اوف تيشوز. ده جول مش وسيلة يا جمالك. ده كلام مين؟ كلام الفايف اوثرز، المؤلفين الخمسة. يعني انت عارف لو كلام مؤلف واحد او اتنين مؤلفين، لكن ده ثلاث، لا ده اربع، لا ده خمس مؤلفين. يبقى الفايف اوثرز ورئيسهم كورن قال انا عايز 3 جولز يتحققوا: فيستولايجيشن، تنشن فري انستوموزز، اند اتروماتيك تيشو هاندلنج. يقول لك ماشي، صدقت وعايزين بقى تخش في العمليه. قول له قصد حضرتك العمليه ولا الابروتش بتاع العمليه؟ هيقول لك طب انا قصدي على الابروتش. قول له الابروتش ايذر اوبن اور ثوراكوسكوب. لو انت اوبن هتنام ديد ليفت لاترال، وسيبك من قصه الرايت سايد اورتيك ارش والليفت سايد اورتيك دلوقتي. لو انت اوبن هتنام ديد ليفت، لو انت ثوراكوسكوب هتنام برون. وساعات ناس تقول برون اوبليك. هيقول لك ماشي، قول له بس خلي بالك بقى، لو انت اوبن يفضل تعملها رايت ثوراكوتومي طبعا، لاترو دورسال او ثوراكو دورسال يعني، وتكون اكسترا بلورال يعني تسلك البلورا. قصه يعني بيختلف عليها كثير من الناس ان هي ما بتفرقش قوي لو حصل ليك او ما حصلش ليك، يعني هي خبرات كلها، بس هي تايم كونسيومنج على الاقل تلت ساعه. ومش هتكلم على التكنيك بتاعها دلوقتي. يقول لك في الابروتش، هو انت عايز تقول ايه في الابروتش غير انها اوبن وانها ثراكوسكوب وانك هتنام ازاي وكده؟ قول له لا، واحد في الابروتش الازايجوس از ايذر ديفايدد اور نوت. طب انت فتني بايه؟ انا بقول لك ان في خلاف. في ناس قالت الفينس درينج بتاع الاسوفيجس بيبقى امبيرد لو انت ربطت الازايجوس، في ناس تقول لك لا انا ماليش دعوه، صعوبه العمليه اهم حاجه، فربط الازايجوس لو هيساعدني اعمله. طب ورا ولا قدام الازايجوس؟ يبقى اتس ازايجوس بالنسبه لك انت كواحد يعني بتتكلم كلام محترم ومبسط، ايذر از ليجيتد اور نوت. وكلام في الادفانسد بقى ممكن تسقطه، ممكن تكوي اول اتنين انتركوستال فيسقط شويه، يعني قصص بقى ايه. لكن هو لو نزف يموت. اتنين، يبقى الازايجوس ايذر ديفايدد اور نوت. اتنين، فيستولا شود بي
ligated flush on trachea أو as close as possible to the trachea. دي تكة الفستول. مش هكتب بقى كل الكلام اللي قلته ده، أنا بني آدم. يبقى رقم اتنين إيه؟ الفستول. رقم تلاتة vagus should be preserved. كلمة والرد غطاها. vagus should be preserved، ما تاخدوش معاك تقعد تسلك بيه وبعدين تقطعه. ده احنا بنقول يا رب يا رب الشوية اللي ناقصين في الفيجال برانشز ما يأثروش معايا في البريستالسيز اوي. أربعة anastomosis should be done by 6O either absorbable or not، عليها خلاف. بيقولوا البرولين مش زي البوليفيلمنت. البوليفيلمنت زي الإيثيبوند النون أبزوربابل أو الفايكريل اللي هو الأبزوربابل بيبقوا شوية بيستحسوا التيشو إنها تعمل فبروز أكتر فيحصل أكتر رينج ويحصل أكتر نيد فور دايلاتيشن. برولين لأ، لكن عيوب البرولين معروفة إن هو ليه إيه ميموري وإن هو ناشف شوية وإن هو ممكن يجرح الفيستولا بره و إلى آخره وإن هو خيط أصلا من النوع اللي بيشرب لأنه مونوفيلمنت عنيف شوية، الباور بتاعه على التيشوز عنيفة شوية. رقم خمسة غير 6O بقى once the anastomosis is done، انا معاك اهو كريتك على ازايجوس فيستولا و فيجاس شود بي و 6O. شوف اتكلم باحترام في مستويات مختلفة، لكن اي واحد هيجي يتكلم قبل المحاضرة دي هيقول ايه؟ والله احنا بنفتح در ثراكو دورسا كده ولاترال عند السبيس اللي مش عارف ايه ونسلك اللنج ونربط الفيستولا ونوصل انستوموزس لو ايه يا عم الكلام لهبل ده؟ ايه يا عم العره ده؟ ده كلام ده؟ كلام احترام. اتكلم على زايجوس، اتكلم على الفيستولا، اتكلم على الفيجاس، اتكلم على 6O في الانستوموزس، انت داخل على الجون. يعني لما بيتكلم الواحد في الماتش ويقول اوف سايد ويتكلم في 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 الكره ترجع لحارس المرمى يمسكها بايده ولا ما يمسكهاش، ده كلام ادفانسد، فنفهم منه انك انت فاهم كل القواعد اللي فاتت. فلما تقول الكلام ده افهم منك انك فاهم كل القواعد اللي فاتت. طيب رقم خمسة بقى قال لك لما البوستيريور وول بتاع الاناستوموز از دان حط بقى، شوف الكلام، الفيدنج تيوب خمسة فرنش، كلنا بنحط ستة. ليه؟ لأن زي الهايبوسبيدياز الأساطر بتاعته مش موجودة عندنا، كذلك زي هنا برضو هتلاقي أسطرة خمسة فرنش غير موجودة في مصر. الصح يبقى خمسة، أقل حاجة تعمل رياكشن with the tissues and with the anastomosis and with the mucosal healing. خلاص؟ رقم ستة قال لك بقى special problems if tension يا فندم، عندنا حلول للتنشن. if proximal fistula، if double fistula، if pure atresia، وتبتدي تقول بقى في كل واحدة حلها ايه. لكن لازم تقول ايه الـ approach either open or thoracoscope والposition في كل واحد ايه. وبسم الله الرحمن الرحيم لو اتكلمت على الاوبن، لو اتكلمت على ثراكوسكوب زايجوس از ايذر كذا او كذا، الفيستولا از الفيجاس شود بي 6 0 وممكن يكون ابز او نان، وممكن يوسع دماغك شويه 5 فرنش ايه تيوب بعد ما تخلص بوستيرير وول. واخيرا السبيشال بروبلمز، انا عندي مشكله في ان هو دبل فيستولا ودي حاجه نادره جدا، ان هو بروكسيمال فيستولا حاجه نادره برضو، او ان هو بيور اتريزيا دي حاجه مشهوره 15%. انا هعمل الانجيشن ازاي؟ هعمل فلاب ازاي؟ هعمل الفيتايتس اسمه ايه ده سيركلر مايتوم ازاي؟ انا هعمل فولكر اهم مش عارف ايه، كل حاجات بقى كتير قوي هنتكلم عليها لاحقا ان شاء الله. اتكلمت على السيزا، اتكلمت على الجولز، اتكلمت على الابروتش، اوعى تنسى تتكلم على البري اوبراتيف. بري اوبراتيف مين بقى؟ تراكيوسكوبي. يبقى بري اوبراتيف تراكيوسكوبي بعد الجولز وقبل الابروتش. خليتها في الاخر ليه؟ لانها سطرين. انت بتدخل البرونكوسكوب روتين الصح، الصح تعمله على طول عشان تكشف بيه الويكنس اللي بيحصل في التراكيا، وده تراكيوماليشيا لعلاجه لأورتوبيكسي وقصة سودة. وكذلك عشان تشوف بالفستولا انها ديستال وانها فوق الكارينا بتقريبا يعني من 3 ل 7 ملي متر، وتشوف البروكسيمال فيستولا لو كانت موجوده تطلع فوق على دورسال وول بتاع التراكيا، وتتاكد بالبروبنج ساعات ان مفيش بروكسيمال، لان الفول ساعات بتبقى مش مبينه. طيب يبقى بري اوبراتيف هقراها لكم اهي، بري اوبراتيف تراكيوسكوبي الفيستولا 5 ل 7 مللي اباف الكارينا، انت متوقع مكانها فين يعني؟ لان هم شافوا اعداد كبيره جدا فبيقولوا على هذا الاساس. والبروكسيمال فيستولا تشوفها لو انت عايز تشوفها طبعا بالدورسال سيرشنج، و ممكن تعمل probing بيوريتيريك كاستر. ادي الكلام المفيد المحترم،
هذا وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الحلقة 7 في الـ EA تراكيو إسوفيجيال فيستولا. شكرا وإلى اللقاء.